تدرون ما زيد الشهيد فقيه له بأس شديد حفيد الصبط نادى غاضبا حرا بعزم في حسين يطلب الثأرى فقيه له بأس شديد جسورا هدد الطاغي هشاما بصيرا عارفا بالسيف قاما مضى واستأذن الحق الإمام أحل الصادق المولى القيام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحبة، حياكم الله وبياكم وصبحكم الله بالخير والعافية والبركة والسعادة إن شاء الله تعالى. طبعا في الصباحات الأولى نحتاج إلى الأمل، نحتاج إلى الإيجابية، وهذا دائما ما نلقاه في ألفاظ الله، في ألفاظ الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول والصبح إذا تنفس، فهذه العبارة عبارة تنفس تعطينا أمل وتعطينا إيجابية وبها صورة جدا رائعة ممكن من خلالها نبدأ يومنا بشيء من الحياة، لأن التنفس هو يعطي صورة عن الحياة، صورة عن الأمل والإيجابية. وإن شاء الله تعالى مع الإيجابية في بداية يومنا راح نكون في آخر اليوم مستقرين ومتوازين إن شاء الله تعالى. إذن اليوم حلقة جديدة وفقرات جديدة من صباح كربلاء، وإن شاء الله تكمل أكيد منفعتها واستفادتها معاكم ومع زميلنا المبدع أحمد. صبحك الله بالخير والعافية وعظم الله أجرك. صبحك الله بالخير وعظم الله أجورك، وأكيد الحياة تكون أجمل وأفضل مع الحسين عليه السلام إن شاء الله أكيد. ولذلك إحنا نشوف أحبتنا وأهلنا وأخوتنا ومن كل الأديان إن شاء الله تدريجيا كلهم راح يتوجهون إلى مبدأ الخلود، إلى مركز الخلود الإمام الحسين عليه السلام سلام في كربلاء المقدسة. إذن هذا هو صباح جديد، وإن شاء الله نكون مع الإمام الحسين عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام دائما للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله زيارة الأربعين خير وبركة وسلامة للجميع، وإن شاء الله قبول الأعمال. إذن حلقة جديدة من صباح كربلاء، ونبدأ باستهلال الفقرات. بداية إن شاء الله سيكون فقرة حديثنا، سنتحدث في هذه الفقرة عن توالي الثورات بعد نهضة الإمام الحسين عليه السلام، وبالتحديد ثورة الشهيد زيد النموذجي. وكذلك عندنا الفقرة الثانية تقرير قسم التنمية والتأهيل يقيم دورة لصيانة الهواتف كرار الحمدان. وجولة حسينية اليوم عن المؤتمر السنوي الثالث للخطة الإعلامية للزيارة الأربعينية. وسؤالنا التفاعلي لهذا اليوم وهو ما الذي يدفعكم للخدمة الحسينية، وما أهمية وأثر الخدمة الحسينية في حياتكم؟ طبعا هذا يعني مو بشكل عام لكل فقراتنا، هناك الكثير من الفقرات والمعلومات والتفاصيل إن شاء الله والتغطيات تكون في حلقتنا لهذا اليوم، ولكن دائما نبدأ مع الإمام الحسيني عليه السلام ومقطع من زيارة عاشوراء. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرتك، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتون،
السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله ابن مرجان. خالص الثناء والعزاء لمكتب الحرم حقيقة، اللي دائما يخلونا في أو أمام هذه المشاهد الطاهرة، وبالخصوص مشهد سيد الشهداء عليه السلام. فدائما نقول السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ودائما إن شاء الله نكون في ركب الحسين وننال شفاعة الحسين يوم الورود عند المصطفى صلى الله عليه وآله. مشاهدينا الأحبة، حقيقة كل الأمم وكل الشعوب عدها مصائب تقدس شخوصها، تقدس مقدساتها ورموسها، وكل الشعوب عدها اعتزاز ب
الإرث الخاص بها سواء كان الديني أو الاجتماعي أو الثقافي أو الحضاري، لكن كل هذا يقف أو يتصاغر حقيقة أمام عظمة سيد الشهداء، أمام العطاء الذي قدمه سيد الشهداء، وهذا واضح نشوفه في تراث الأمم بشكل عام. طبعا اليوم راح نروح نعبر إلى ضفة أخرى. اليوم نشوف الكلام اللي حكوا القساوسة وعلماء الدين من الأديان الأخرى عن الإمام الحسين عليه السلام وعطاء الإمام الحسين عليه السلام وشلون يقارنون بين المصلتين. طبعا قبل ما نروح إلى هذا الفاصل اللي راح نروح هناك ونشوفه إن شاء الله، نذكركم بأرقام الهواتف اللي موجودة أسفل الشاشة، يمكن من خلالها شاركونا وشاركونا بسؤال التفاعل، واللي إن شاء الله راح يكون ما الذي يدفعكم للخدمة وما أهمية وأثر الخدمة الحسينية في حياتكم. نعم مشاهدينا الأحبة، إذن راح نروح وياكم إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود. نعم أحبتنا المشاهدين، دائما نقول وخاصة في صباح كربلاء ومن خلال أسرة الإعداد والكادر بشكل عام وأكيد الزميل المخرج، دائما نطلع هذه اللمسات أو هذه النقاط وأنتم كملوا الجمل، لأنه كثير من الأمور وكثير من الحوادث والكثير من الأقوال والكثير من الأمور عن الإمام الحسين عليه السلام أو أهل البيت عليهم السلام، مثل ما شفنا أقوال المستشرقين أو أقوال العلماء أو أقوال الشخصيات أو أقوال الرؤساء عن الإمام الحسين عليه السلام، لازم إحنا نعرف أنه شقد عندنا اهتمام بديننا وثقافتنا ووعينا من الناس المثقفة. ليش أقول ناس مثقفة؟ أنه أكو ناس غير مثقفة، هذا أبسط يعني تشبيه أقول عليه، دائما يشككون بنهج أهل البيت عليهم السلام، بالمقابل منهم وبيهم ومن غير أديان يحبون الإمام الحسين عليه السلام ويقدروا، فإحنا لازم نتمسك أكثر وأكثر. ولذلك وصلنا وياكم إلى فقرة ذاكرة الأيام، واليوم نتحدث عن الشهيد زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام. نعيش في هذه الأيام أكيد من شهر صفر الحرام ومن سنة 121 للهجرة، استشهد زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام في أيام هشام بن عبد الملك بالكوفة، وصلب على جذع نخلة، ومن ثم تم إحراق جثته الطاهرة بعد 4 سنوات من الصلب. دائما أقول أعوذ بالله من كلمة تانية، انتبهوا للكلام، شوفوا عدونه شلون ما عنده قلب، شلون ما عنده إنسانية، شلون ما عنده رحمة. ليه يدعون الإسلام وأنت تصلب واحد 4 سنوات وتحرقه؟ شنو هالعقلية؟ مثل ما دي يصير هسه أخوتنا فلسطين. كمل حديثه. وتم إحراق جثته الطاهرة بعد 4 سنوات من الصلب، ولما قتل بلغ ذلك من الإمام الصادق عليه السلام كل مبلغ وحزن عليه، وحزن عليه حزنا عظيما، وفرق من ماله في عيال من أصيب معه من أصحابه 1000 دينار. وكان سن زيد يوم قتل 42 سنة، وكشف الغمة، كشف الغمة كتاب المصدر الأربلي جزء الثاني صفحة 342، نذكر المصدر حتى تتأكدون وحتى لا أحد يشكك بالتاريخ. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتله، فعن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله للحسين عليه السلام: يخرج رجل من صلبك يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غرا محجلا يدخلون الجنة بغير حساب. نرجع ونقول هذا أهل البيت عليهم السلام، وها هم أبناء الحسين عليه السلام، وها هي الذكرى استشهاد زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام. أكيد نعيشها ونعرفها ونتعلم منها
ونعرف عدونا شنو، ولازم من التاريخ نتعلم حتى نشوف مستقبلنا. أجمعت عليك العدا وبدمك رويت الثرى، يا قائدا للحق، يا رمزا للعلا، يا قبلة الأحرار، يا شمسا للهدى، يا شهيد كربلاء. حياكم الله من جديد مشاهدينا الأحبة، وأكيد فقرات إن شاء الله نتناولها إحنا وياكم بمعلومات جميلة إن شاء الله تنفعنا وإياكم. طبعا قبل أن ندخل في فقرة كن حسينيا، خلينا نعرج على فد مسألة بسيطة تتعلق بالثورات اللي حدثت بعد الإمام الحسين عليه السلام. طبعا واحدة من الأشياء اللي رسمها سيد الشهداء عليه السلام من خلال معركة الطف، واللي أسس إلها أساس استمرت إلى يومنا هذا، اللي هي مسألة تأسيس الثورة، خط الخطة اللي من خلالها يصير القيام ضد الظلم. وهاي واحدة من الأشياء المهمة جدا اللي صارت بعد الإمام الحسين عليه السلام، كثير جدا من الثورات اللي أنعشت شيء من مشاعر الأمة، أنعشت شيء من إقامة الدين، وهاي القيمة اللي ممكن من خلال سيد الشهداء عليه السلام نستشعرها وتستمر معانا خلال الأيام. وبالأخير احنا نشوف اليوم فتوة الجهاد الكفائي المباركة انطلقت من الحرم الحسيني عليه السلام. لذلك الحسين عليه السلام هو دائما نقول هو رمز للثورة، رمز للتضحية، ورمز لدفع الظلم والشر بشكل عام وفي كل أنحاء العالم. طبعا في فقرتنا كن حسينيا راح نتحدث عن شيء مهم، وهذا الشيء المهم حقيقة هو يتكرر ويانا أيضا في كل سنة، ونشوف مصادقه ونشوف تطبيقات الواقعية في زيارة الأربعين وفي مناسبات الإمام الحسين عليه السلام، واللي نتحدث عن الكرم وكذلك كل المظاهر اللي تتعلق بالعطاء والإيثار. طبعا من الأشياء المهمة اللي لازم نركز عليها أنه نفرق بين مسألة الكرم والإيثار والجود بشكل عام، ومسألة يعني الإسراف، ونحاول أنه نصنع شيء من التوازن اللي يعني يخلق أشياء لطيفة ممكن أنه من خلالها نبني أنفسنا تجاه الأشياء، ونعطي تعريف بشكل عام لسلوكنا خصوصا في القضايا اللي تتعلق بمناسبات الإمام الحسين عليه السلام. وإحنا نعيش في صفر ومناسبات سيد الشهداء عليه السلام، لابد أنه نتذكر أنه لابد أن نقدم أقصى شيء من الجود والكرم في خدمة سيد الشهداء عليه السلام، وإحنا مقبلين على زيارة مليونية، يعني يمكن من خلالها أن نقدم ونعكس كل الصور المعروفة عن العراقيين في مسألة يعني الكرم والجود. ويا أحمد اليوم الزيارة الأربعينية ممكن أنه نقدر من خلالها أن نقدم أروع صور للكرم والإيثار من خلالها. شوف أنا دائما أخذ جانب اللي يهاجمون تقاليدنا أو عقائدنا أو بشكل عام ما نقدم للإمام الحسين عليه السلام. فعلى قضية الكرم والجود نتحدث، طبعا الكرم والجود ليس فقط بالأكل أو المال، الكرم والجود بالنفس مثل ما قدم أبو الفضل العباس عليه السلام أعلى مستويات الكرم والجود والإيثار، قدم نفسه. يعني مثل ما أنت شخص جايك خطار تعطيه أكل، ما عندك مثلا طيته فلوس شخص محتاج، ما عندك طيته من ملابسك مثلا من أدواتك من موبايلك وصلته بسيارتك، كل هذا كرم وجود. بالمقابل شوف أهل البيت عليهم السلام أعطوا أنفسهم، أعطوا أولادهم، أعطوا حياتهم، كلها كانت في سبيل المجتمع. إحنا للأسف في هذا الزمن تدريجيا أكو ناس مو كلها ما تفهم أصلا قضية الإمام الحسين عليه السلام، فهنه يتوقع أنه هي معركة خلصت لأجل الحق والباطل وانتهى الموضوع، ما يعرف بها معاني كثيرة من ضمنها الكرم والجود، أنه شو تقدم كل شيء مثل ما نقول جيرانك وأهلك وأحبائك وكل أقربائك والأهل البيت عليهم السلام، حتى أنت تكون مصان مقدر محترم. لأنه لو لا الإمام الحسين عليه السلام وواقعة الطف لتغير الدين، ولذلك قال لو إذا لا يستقم دين جدي إلا بقتلي فيا سيوف خذيني.
هاي لازم نوقف عليها دائما، لازم العبارات والجمل نعرف شنو معناتها، لأنه معاوية لعنه الله، يزيد لعنه الله، وكل من أتباعه بدأوا يغيرون بالدين، يعني دين رسول الله محمد صلى الله عليه وآله اللي هو ابتعد عن كذا ابتعد عن كذا ابتعد عن كذا من خلال الله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم، بدأوا ذولا يزيد وغيره لعنهم الله بدأوا يغيرون، بدأ يصير الأمور السلبية سمرد نذكرها. أكيد. طبيعي عادي إنه تسرق تزني تقتل تبيع وتشتري بالنساء، يعني رجعنا للجاهلية. فلذلك لازم أكو ثورة. هاي الثورة الناس ما تفهم شنو معناتها. لولا الإمام الحسين عليه السلام وأنت تفضلت بعدها صارت ثورات. إنه إحياء، يعني شون القنبلة الأولى أو النبضة الأولى القوية للإمام الحسين عليه السلام. صحيح. وبدأت بعده نبضات وانطلاقات. صحيح. كل هاي لازم احنا نتعلم من عندهم. احسنت لطيف جدا، شكرا احمد لك. الله. طبعا مشاهدينا الاحبه حقيقه يقولون تعرف الاشياء باضدادها، يعني احنا اليوم الليل ممكن انه من خلال نعرف النهار، يعني الاشياء ممكن انه تعرف باضدادها، لذلك الكرم وجود نعرفها من خلال البخل. والله سبحانه وتعالى وتراث اهل البيت عليهم السلام نشوف شلون ذموا كثيرا مساله البخل، لذلك الجود والكرم لابد ان نهتم به ونعطيه اهتمام كبير جدا، خصوصا في مناسبات اهل البيت عليهم السلام والامام الحسين، واحنا ان شاء الله في ايام. مشاهدينا الاحبه راح نروح فاصل قصير ومن ثم نعود. لبيك يا حسين. شكرا أبا عبد الله. وأكيد دائما نقول كل كادر صباح كربلاء يتحدثون وياكم، والزميل المخرج يتحدث وياكم من خلال هذا الفاصل. دائما نقول شكرا أبا عبد الله، وأكيد الشكر الأول والأخير لله سبحانه وتعالى، وبعده أهل البيت عليهم السلام. شكرا أبا عبد الله، لأنه إحنا من خدامك إن شاء الله، لأنه إحنا من أتباعك إن شاء الله، قلبا وقالبا، بالعمل وبالدمعة وبالحزن. وصلنا إياكم إلى فقرة مشهد حسيني، وإلى ربط بالفاصل اللي قدمه الزميل المخرج حسام الظهر. شكرا أبو عبد الله، لأنه إحنا من خدامك ودائما نقدم كل شيء في سبيل أن تكون راضي عنا، وأكيد أنت ترضى يا أبو عبد الله يا حسين يا سيدي مولاي من إحنا نقدم لخدامك وزوارك. مثل ما تعرفون وتشوفون والعالم دائما يشوفه في كل عام محرم وصفر أو كل الزيارات وكل الأيام، التنظيم، الترتيب، الاحترام، التقدير، سهولة المسير، 25-30 مليون في هذه المدينة، منقول صغيرة أنه إن شاء الله كبيرة بالحسين وبالفضل العباس عليهم السلام. كل هاي الأمور من منتسبين، من قوات أمنية، من دوائر، من مدارس، من أهالي، من العوائل، من متطوعين دائما يقدمون الدعم للمنتسبين والقوات الأمنية وكل من يريد أن يقدم خدمة للحسين عليه السلام. كل هذا الأمور تأتي بجهود جبارة وبضغط وبعمل وبتضحية، ومثل ما قلنا هي سلسلة فقرات إن شاء الله. الكرم والجود فهم دي يعطون وقتهم وتعبهم وجهودهم للإمام الحسين عليه السلام ولزوار الإمام الحسين عليه السلام، وأكيد هو كله لله سبحانه وتعالى. وأيضا التنظيم والاحترام حتى نحافظ أكثر على انسيابية واحترام هذه الشعائر، حتى لا يطلع لنا واحد منا ومنا، وإن طلعوا هم ما يأثرون، بس حتى نبقى حسينيين بشكل صحيح احنا نحافظ على المسيرة بشكل صحيح وعلى العمل بشكل صحيح والدعم والمساعدة مع بعض. كل المنتسبين بكل الأقسام بكل العتبات دائما، وكل الدوائر وكل القوات الأمنية دائما تسعى انها تقدم الافضل والافضل في هذه الاوقات. شكرا ابا عبد الله، لانه كل اموالنا وكل ما لدينا هو من خيرات الحسين عليه السلام. اكيد احمد، يعني هو اللي يصير بكربلاء كل سنه هو اشبه بالمعجزه اللي قاعد تصير، يعني مدينه صغيره حجمها صغير مساحتها صغيره، لكن تستوعب هاي الملايين اللي تجي من كل البلدان ومن كل المحافظات. طبعا بس ننوه لا مسألة، وهي مسألة أنه المتطوعين يجون من كل المحافظات صراحة، يجون يتفانون يقدمون الخدمة
ممكن أي شيء يقدمونه، وحتى جاليات وحتى أجانب حتى الجاليات حتى يعني غير أديان يحب يقدم خدمة. شوف الإنسانية اللي حملها الإمام الحسين عليه السلام، إنه هذا يجي حتى لو الإمام الحسين عليه السلام مو من دينه، يعني مو مسلم أو شيعي، بس بالمقابل يحس إنه أكو فد عمل تطوعي. هسه مو بالعالم يقول لك أكو عمل تطوعي مساعدة الآخرين أو مساعدة المجتمع أو بناء المجتمع، يجي يشوف هذا أحسن مكان يقدم به مساعدة للمجتمع. فإن شاء الله دائما نتعلم، وأكيد كل خيراتنا وأعمالنا مع الإمام الحسين عليه السلام. إذن نروح إلى موجز الأخبار مع الزميل علاء السلام. السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز بأهم الأخبار. المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي يجري برفقة الأمين العام الحاج حسن رشيد العبايتي جولة ميدانية في مشروع صحن العقيلة زينب عليها السلام لمتابعة الاستعدادات الخاصة بزيارة الأربعين. الجولة هدفت للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال الزائرين وتوفير المساحات في صحن العقيلة زينب عليها السلام والمناطق المجاورة لمرقد الإمام الحسين عليه السلام وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية خدمة للزائرين. مستشفى السيدة خديجة عليها السلام الكبرى التخصصي للمرأة ومركز المجتبى لأمراض الدم وزرع نخاع العظم التابعان للعتبة الحسينية المقدسة يستقبلان أكثر من 25,000 مراجع في الأسبوع الأول من مبادرة عطاء الإمام الحسين عليه السلام الطبية المجانية، إذ أسهمت المبادرة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية. شبكة بذرة أمل للسلم المجتمعي تطلق برعاية العتبة الحسينية المقدسة حملة الفحص المجاني للكشف المبكر لمصابي السكري في كربلاء. الحملة تهدف إلى الكشف عن المرض بمراحله الأولى، فيما دعا القائمون عليها المواطنين إلى الاستفادة من هذه الفرصة الساعية إلى تخفيف العبء عن كاهلهم. المواكب الحسينية في محافظة بابل تباشر نصب سرادقها على طريق يا حسين الممتد إلى كربلاء المقدسة تمهيدا لخدمة الزائرين. أبناء المحافظة من ميسوري الحال أخذوا على عاتقهم تقديم الدعم اللوجستي للمواكب وردها بما يحتاجونه. وأخيرا محافظة المثنى تعلن عن إكمال استعداداتها لاستقبال زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، إذ أكد المحافظ مهند العتابي تضافر جهود الدوائر الأمنية والخدمية والمواكب الحسينية لإنجاح الخطط المعدة لاستقبال الزائرين وتقديم الخدمات التي يحتاجونها خلال مسيرهم نحو كربلاء المقدسة. ختام الموجز لمشاهدينا، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء. شكرا لكل أحبتنا وزملائنا بقسم الأخبار على هذه المعلومات والتفاصيل. أكيد نبقى مع الإمام الحسين عليه السلام ومع أولاد الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين، ونتعلم أكثر وأكثر عن كل هذه الدروس والعبر بحياتنا وزمننا الحاضر. اليوم مثل ما قلنا نعيش ذكرى استشهاد الشهيد زيد عليه السلام. نريد نتعرف أكثر عن هذه الشخصية وعن الظروف اللي عاشها وعن الرسالة، لأن كل شخص من أهل البيت عليه السلام لديه رسالة ولديه موقف لازم نتعلم من عنده. سيرة زيد بن علي بن الحسين. زيد الشهيد من أبطال الهاشميين وأباة الضيم. والده الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وأمه أم ولد من بلاد السند. ولد في المدينة المنورة سنة 78 هجرية، وقيل 79 هجرية. عاش مع أبيه الإمام زين العابدين السجاد عليه السلام، وبعد استشهاد أبيه سنة 95 هجرية كان تحت رعاية أخيه الأكبر الإمام الباقر عليه السلام، فعاش في رحاب عطفه وحنانه، واقترف العلم والتقوى من نبعه الفياض. فتح عينيه على ينابيع المعرفة والقيم الخلقية الرفيعة،
فأخذ من أبيه عليه السلام التقوى والإخلاص والخشوع والعلم والعبادة 15 عاما، ثم عاش في رحاب الإمام الباقر عليه السلام 19 عاما يستمد منه العلم، حتى بلغ غايته فكان بليغا فصيحا ومثالا للشخصية الإسلامية الملتزمة التي جمعت المعرفة إلى جانب العبادة والخشوع والتبتل، فضلا عن الوعي السياسي والاجتماعي. عرف زيد بن علي عليه السلام بجهاده ضد الظالمين وحسه الثوري ومحاربة طغاة بني أمية والدعوة إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخاض مع من تابعه على الجهاد والقتال معركة شديدة مع والي الكوفة وقواته التي زحفت إليه من الشام، واستمرت المعركة 3 ليال تدور في أحياء الكوفة حتى وقع صريعا إثر وقوع السهم في جبهته المباركة. وبعد مقتله في هذه المعركة حفر له أصحابه قبرا إلى جانب النهر، وذلك خوفا على بدنه من التمثيل به، ولكن عبدا سنديا كان معهم كشف ذلك ليوسف بن عمر فاستخرجه وصلبه زمنا طويلا، وبعث برأسه إلى هشام بن عبد الملك الذي أرسله إلى المدينة، فعلق عند قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم طيف به في مصر فأخذه جمع من الناس ودفنوا. فالسلام عليك أيها الشهيد المظلوم. شكرا جزيلا لشبابنا المبدعين في فريق الإعداد اللي أعدون هذا الفيديو الجميل حقيقة. فالسلام على زيد الشهيد. طبعا للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو سماحة الشيخ عبد المجيد الطائي. حياكم الله سماحة الشيخ، أهلا وسهلا ومرحبا. الله أهلا وسهلا بك، وأعظم الله أجركم. أعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد مولانا. حياكم الله. سماحة الشيخ، يعني من المهم أنه نعطي بطاقة تعريفية للأشخاص اللي خلتهم التاريخ أمثال زيد الشهيد، فكيف ممكن أنه نقدم له بطاقة تعريفية؟ يعني زيد الشهيد سلام الله تعالى عليه هو ذاك الغصن من تلك الدوحة الهاشمية المحمدية العلوية الحسينية السجادية. بعبارة أخرى هو زيد ابن زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وهذا يكفيه فخرا. وأمه أم ولد أهديت للإمام زين العابدين من قبل المختار الثقفي. هذا البطل الثائر انتهج نهج يخالف باقي الثورات، لأنه العلوي أو الحسيني الوحيد من بعد واقعة الطف هو زيد الشهيد. طبعا اختار أماكن وقام بالثورة، والثورة مالته قريبة إلى قضية مسلم ابن عقيل عليه السلام. عليهم السلام، نعم. لأنه اختاروا الكوفة وقاموا بتلك الثورة وبايعوه أكثر تقريبا من 40,000، ولكن البطش الأموي أفتك بتلك الثورة وأدت بالنهاية إلى استشهاد زيد رضوان الله تعالى عليه. أحسن. طيب بماذا تميزت هذه الثورة؟ يعني أكو ممكن كثير من الثورات، ولكن ثورة الشهيد زيد عليه السلام بها تميز خاص أو بها عظمة خاصة؟ من أبرز الثورات التي وقعت من بعد واقعة الطف ثورات كثيرة، منها ثورة التوابين في الكوفة. نعم. بعدين اجتنا ثورة المختار، بعدين ثورة الصحابة اللي ثاروا بواقعة الحرة اللي صارت من مدينة المنورة. نعم. ثورات كثيرة ومنعتها ثورة زيد الشهيد. نعم. تميزت هذه الثورة بأنه القائد لهذه الثورة هو صاحب دم، يعني طالب لثأر. صحيح. جده الإمام الحسين. أحسن. يعني المختار قام بالثورة. نعم. وطلب ثأر بس مو هو صاحب الدم، ولكن زيد الشهيد طلب ثأر جده الإمام الحسين. لا، قرابة الدم يعني. قرابة الدم لأن هو صاحب ثأر. ثانيا
المائز الثاني انه هو العلوي الوحيد اللي قام بهذه الثوره، ثوره التوابين مو العلويين قادوا ولا المختار ولا غيرها، صح ثورات ولكن القياده اختلفت هنا، اختلفت من ناحيه القياده ومن ناحيه طلب الثوره. هذه المائز او مائزين اللي امتازت فيها ثوره زيد الشهيد، وبعد المائز الثالث والاهم اللي هو كان في اوج قوه وبطش الامويين. الامويين كانوا في ذروه قوتهم، يعني كانوا تخمد الانفاس وتهدم الدور، ولكن زيد لن يعير لهذه الامور اهميه وقام بتلك الثوره الخالده. ويمكن هذا استمتها من سيد الشهداء. بلي، هاي القوه والعزيمه استمتها من سيد الشهداء. هذه الثوره هي امتداد طبيعي لتلك الثوره الخالده. ان شاء الله ان يراني قتيلا، هو يدرب النتيجه. كذلك زيد الشهيد يدرب النتيجه، ولكن قام بهذه الثوره امتدادا لمن؟ لتلك الثوره الخالده. طيب نستثمر وجودك، احنا ذكرنا قبل ما تشرفنا حضرتك انه احنا نتعلم من هذه المواقف من هذا التاريخ انه عدونا لا انساني، لا رحمه، لا دين، يعني يدعون انهم مسلمين. بدنا نشوف الطريق اللي استشهد بها زيد في الحرب، ومن ثم يصلب ومن ثم يحرق. نريد يعني من خلال حضرتك شلون نوصف انه عدونا في هذا الزمن اللي نعيش احنا، الظروف اللي نشوفها، شلون نتعلم انه كيف نواجه عدونا، شلون لازم نفهم عدونا؟ هذه القضايا يعني منذ ان خلق الله سبحانه وتعالى الانسان على هذه المعموره هو هناك اتجاه، اتجاه الشر واتجاه الخير. اتجاه الشر دائما، لانه هو مو صاحب قضيه، مو صاحب حق، دائما يلبس الباطل بالحق. احسنت، صحيح. فيظهر للناس الوجه الجميل لانه هو على حق، على حق، وهو صاحب الرساله، وهو صاحب الرساله، وهو المحافظ على الدين المحمدي. هذا الشعارات اللي اجت بها الدوله الامويه باعتبارهم خلفاء الاسلام، هم يمثلون الدين الاسلامي، ولكن صعقت هذه واسقطت الستار عن تلك الوجوه بهذه الثوره، واتضح للناس مدى الجرم والاجرام والوحشيه والحقيقه التي تكمن داخل الجهاز النظام الاموي. باعتبار انه خالفوا القران وخالفوا السنه النبويه وخالفوا المعايير الانسانيه، حتى المعايير الانسانيه خالفوها. ولذلك ترى مثلا الطريقة البشعة التي استشهد بها زيد سلام الله عليه وقام بثورة والثائر ينتصر أو لا ينتصر، يقتل. عندما أصيب، تذكر بعض الروايات، أصيب بسهم في جبهته وأتوا بالجراح، قال إذا أخرجت ذلك السهم تموت، قال هو أهون لي من ما يبقى في جبهتي، واستلوا السهم منه وبالنتيجة مات. من مات أشهر الروايات تقول أنه دفنوه في مجرى الماء، في ساقية. الجهاز الأموي استخرجه، لا إله إلا الله، قطع رأسه وصلبه منكوسا لمدة أكثر من 4 سنوات. لا إله إلا الله. وبعدين من قام يحيى ابن زيد الشهيد بثورة ونزلوا من الصلب، أحرقوا جثته وذروها. يعني ماكو معايير بشرية حتى الآن. إذا نجي لللائن ذول اللي هم لا يؤمنون بالوجود، صح، عندهم إنسانية، عدة إنسانية، هو لا يؤمن بالوجود ولكن يؤمن بالإنسانية. هذول بنو أمية مجردين عن كل تلك المعايير. شيخنا إيش قد أثر بيهم لدرجة أنه يخرجوه من الارض ويحقوه؟ هذا الحقد وهذا ايش قد اثر بهم؟ ايش قد يعني انه كشف الزيف، كشف الزيف اكيد، وكشف الاكذوبه. كشف الاكذوبه اللي هي كانت سائده، انه انت يجب عليك اطاعه ولي الامر. نعم. المنصب من قبل هذا الجهاز الاموي. نعم. احسنتم. طيب سؤالنا عفوا الاخير، انه لماذا اختار الكوفه بالذات؟ لماذا في هذه المنطقه؟ طبعا هذه أول مرة نأتي إلى حنكة وقيادة زيد الشهيد.
كحنكة جده الإمام الحسين وامتدادا لتلك القضية. لماذا الإمام الحسين اختار العراق؟ لا. نفس السؤال يطرح. لأنه هنا الكوفة بلاد سياسية، والبلاد السياسية عادة ما تكون عندها معايير تختلف عن المعايير البدوية أو البدائية في باقي البلدان، يعني عندها نوع من التحضر أكثر. نعم نعم. النقطة الأخرى المهمة وهي أنه الكوفة الطبيعة والتكوين البشري بها بقابلية أن يستوعب الثورة. يعني عندما يجي الثائر يجد ناس مجندة عند استعداد، فهذا الاختيار وقع على أنه أهل الكوفة بهم القابلية على الاستعداد لمن للقيام بالثورة، وبالفعل قاموا بالثورة وأدوا ما عليهم وحققت نجاح خلينا نقول عنه استراتيجي وليس ميداني، وإنما هذه لولا هذا النجاح ما بقت هذه الذكرى خالدة إلى يوم يبعث. أكيد إحنا شيخنا يعني قلنا أو نوهنا في يعني مطلع الحلقة اليوم، قلنا أنه الإمام الحسين عليه السلام ألهم الآخرين وفتح الباب لإقامة ثورات مختلفة متعددة غيرت من مجرى التاريخ. واحدة من الثورات اليوم نحكي عنها زيد الشهيد. فيعني يعني نريد أنه نعرف أو نطيف التصور عن الحجم اللي أو الطريق اللي فتحها سيد الشهداء عليه السلام حتى يلهم الآخرين إقامة ثورات وبالتالي غيروا بالمجتمعات بشكل عام. هذا السؤال جميل جدا، وهو أنه كيف نميز صاحب الثورة الحقيقي من غيره. لما نأتي إلى طبعا كل ثائر عنده شعارات وكل ثورة فيها شعارات، ولكن هناك شعارات كاذبة خداعة وهناك ثورات وشعارات هي من صميم العقيدة من صميم الدين. فالإمام الحسين عليه السلام كأنما وضع حجر الأساس والقواعد الحقيقية لكل ثائر ولكل ثورة. ولذلك نرى مثلا ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، هذه الفقرات لو حققنا في تلك الفقرات نجد هذه هي كلها نتائج مظلومية الشعوب. كل الشعوب تعاني من هاي القضية، منين تعاني من بطر الملوك، تعاني من مظلومية تسلطهم. هذا الأساس بقى كقاعدة أساسية لكل ثائر ينطلق ويريد الحقيقة، فلا بد أن يأخذ منهاجه ودستوره من ثورة الإمام الحسين. فيعتبر الإمام الحسين عليه السلام هو المؤسس لكل الأحرار في العالم. أحسنتم سماحة الشيخ عبد المجيد الطائي الباحث الإسلامي، شكرا لك وأكيد لكل هذه المعلومات للسادة المشاهدين. شكرا لك. شكرا لك. أهلاً حياكم الله. موفق إن شاء الله. شكرا لك. أهلاً وسهلاً. إذا أحبتنا المشاهدين دائما نقول نتعلم من التاريخ، نتعلم من أهل البيت عليهم السلام رغم كل المآسي والأحزان وكل ما ذكرناه وسمعتوه، لازم تقروه عن عدونا وهذه الوحشية وهذه الدموية اللي سووها وقدموها لكل أتباع أهل البيت. فكيف أهل البيت عليهم السلام بحد ذاتهم؟ لازم نعرف عدونا ولازم نبكي ونتباكى على الإمام الحسين عليه السلام، بنفس الوقت تبقى لدينا أسس الثورة. دائما نقول اللهم عجل لوليك الفرج يا رب العالمين. Oh.
مرحبا بكم مشاهدينا الأحبة مرة أخرى، ولازلنا في فقراتنا المتنوعة، ودائما نقول أعظم الله أجوركم. حقيقة هاي يعني الفواصل هواي مؤثرة هواي مؤلمة. على كل حال، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مشاهدينا الأحبة، الآن نروح وياكم إلى تقرير في قسم التنمية والتأهيل، أقاموا دورة لصيانة الهواتف، والروح ويا زميلنا كرار الحمداني. بهدف اكسابهم الخبرات وتطوير امكاناتهم وزجهم في سوق العمل، نظم قسم التنمية والتأهيل الاجتماعي والاتصالات في العتبة الحسينية المقدسة دورة تدريبية فنية وتقنية تخصصت في مجال صيانة الهواتف الذكية لعدد من الشباب. نظم قسم التنمية والتأهيل الاجتماعي للشباب شعبة التنمية الاجتماعية مجموعة من الدورات الحرفية ضمن برنامج المهنة الحرفية الخاصة بالشباب واستثمارنا للعطلة الصيفية. هذه الدورات مثل دورة فن الحلاقة، دورة تأسيسات كهربائية، دورة الأساسيات الحاسوب، وكذلك دورة صيانة الهاتف اللي حاليا مقامة بالتعاون مع قسم الاتصالات الموقر في العتبة الحسينية المقدسة. أن هذه الدورات تقدم بشكل مجاني ومدعوم من قبل العتبة الحسينية المقدسة. يعني هسه مثلا راح يتعلم إذا جاء قفل الجهاز الاف ار بي، طبعا اذا كان الجهاز مقفول شلون راح يتعامل وياه؟ هذا راح تتبع خطوات وسلاسل، واكو بيهن على اجهزه واكو بيهن على ثغرات، هذا تبعته وياه انا خطوه خطوه. اما تجي هسه من ناحيه الهاردوير، تجينا احنا اغلب الاعطال الشائعه انه تبديل شاشه، تبديل بطاريه، تبديل شريط ناقل، تبديل قاعده شحن، هذن الاغلب الاعطال اللي شائعه. صيانه اعطال السوفتوير والهاردوير ومشاكل الخرائط والبرامج كانت ضمن محاضرات متعددة سلطت الضوء على أحدث الطرق في صيانة الهواتف الذكية للمساهمة في تطوير الإمكانات وفسح المجال للدخول في سوق العمل دون أي معوقات. قبل كنت عندي معلومات شيء كلش قليل، ولكن هسه أنا فضل الكادر مال العتبة والدروس والأجهزة اللي وفروها توسعت عندي هاي المعلومات. إن شاء الله يعني بالمستقبل أطب بهذا المجال اللي أنا حبيته يعني من كنت صغير أكثر. تم الاشتراك بدورة صيانة الهواتف النقالة، طبعا شكرا للأستاذ حسين المدرب، شكرا للعتبة الحسينية بتقديم الدورات للتأهيل للشباب وخلق فرص عمل لهم. الدورة تجنبت يعني طرقت الجانبين، جانب السوفتوير البرمجي للهواتف النقالة وجانب تبديل قطع الغيار. الدورة وافية إن شاء الله منهاجها التدريبي. واستقطب قسم التنمية والتأهيل الاجتماعي منذ انطلاقه آلاف الشباب وزجهم ضمن دورات تنموية مختلفة مجانية لتطوير إمكاناتهم وتوظيف البعض منهم في أقسام العتبة الحسينية المطهرة حسب الكفاءة والمهنية. من كربلاء كرار الحمداني، قناة كربلاء الفضائية. شكرا زميلنا كرار الحمداني. وأكيد لقسم التنمية والتأهيل هذه الدورات اللي تقدم دائما بالتأهيل النفسي أو الشخصي ومهارات تطوير مهارات أو حتى على مستوى الأجهزة، مستوى المواهب اللي موجودة أو المهن اللي موجودة، دائما أكيد هي هاي من نهج أهل البيت عليهم السلام. دائما القرآن الكريم من الله سبحانه وتعالى يدعو للعمل، يدعو للشخص يبني نفسه، يشغل نفسه بشيء مفيد، وبالنتيجة هو راح يفيد المجتمع أحسن ما أكون شخص سلبي على المجتمع أو مدمر للمجتمع. كلها إن شاء الله تصب في ميزان أعمالهم أكيد، ونعمل ونجتهد في بناء المجتمع بشكل أفضل. وأكيد إحنا مستمرين بتغطياتنا وفقراتنا، ودائما نعيش زيارة الأربعين، وينضم لنا زميلنا ليث الخفاجي أكيد ويانا من العتبة الحسينية المقدسة، نتحدث عن المؤتمر السنوي الثالث للخطة الإعلامية لزيارة الأربعينية. صباحك الله بالخير وأعظم الله لك الأجر.
نعم، تحية طيبة زملائي لكم ولكل مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، وعظم الله لنا ولكم الأجر بهذه الذكرى الأليمة، ذكرى زيارة 40 الإمام الحسين. نعم بالتأكيد، يعني بعد قليل راح تنطلق يعني فعاليات المؤتمر السنوي الثالث كما أشرت في المقدمة لهيئة الإعلام والاتصالات، هذه هي التغطية الشاملة حقيقة. يعني في هذه الأيام مع اقتراب موعد زيارة 40، يعني راح تفد إلى كربلاء الكثير من المؤسسات الإعلامية والمحطات التلفزيونية العربية أيضا والمحلية. حقيقة تنسيق عالي من قبل الأخوة هنا في هيئة الإعلام والاتصالات لتأمين كل متطلبات وكذلك لإعداد خطة خلال هذا المؤتمر الذي سينطلق بعد يعني ساعات قليلة. حقيقة راح يكون هنالك حضور. نعم تفضل. صبحك الله بالخير والعافية. ابتداء شكرا لكل الجهود اللي تقدم في سبيل تقديم الخدمة بشكل عام. طبعا أعتقد اليوم أنتم في قاعة خاتم الأنبياء بالعتبة الحسينية المقدسة، فيعني خلينا بالصورة بشكل عام عن المؤتمر، أهداف المؤتمر، شنو ممكن مخرجات المؤتمر، الأهداف، النتائج ممكن اللي يشوفها، يعني خلينا بصورة عامة بالنسبة لإقامة هذا المؤتمر. نعم رياض، حقيقة يعني كما أشرت في البداية نحن اليوم نتواجد في العتبة الحسينية المقدسة تحديدا في قاعة خاتم الأنبياء. حقيقة هذه القاعة احتضنت أيضا المؤتمر السابق وأيضا تحتضن هذا المؤتمر السنوي الثالث. حقيقة يعني بتفاصيل المؤتمر هنالك يعني نقاط أشار إليها يعني مدير مكتب فرع كربلاء، أن هنالك كلمة وتعليمات محددة من قبل وزير الهيئة. هذه التعليمات تنطلق يعني مع ابتداء مع انطلاق المؤتمر، لكن راح نتحدث بجهود هذه الهيئة وكذلك المكتب في كربلاء باعتبار يعني كل المحطات التلفزيونية والإعلامية تتوافد هنا في كربلاء المقدسة، فيكون الجهد وكذلك الخدمات المقدمة من قبل فرع كربلاء. حقيقة راح نتحدث بتفاصيل المؤتمر يعني وتعليماته وكذلك أيضا التحديات التي واجهها المكتب وكذلك أبرز يعني النقاط التي أشار إليها في السنوات السابقة ومعالجتها في هذه السنة. راح ينضم معي بهذه التغطية المهندس ميثاق طالب مدير مكتب فرع كربلاء لهيئة الإعلام والاتصالات. نعم أستاذ ميثاق، بداية مرحبا بك معنا في شاشة قناة كربلاء. حدثنا بالبداية عن أبرز يعني أهداف المؤتمر اليوم. أنتوا وضعتوا أكيد خطة عدت لهذا المؤتمر بمعالجة كل التحديات اللي واجهتوها من خلال استقبالكم للمحطات الإعلامية العالمية والمحلية. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية عظم الله لنا ولكم الأجر، ونصبح على مشاهديكم ومستمعيكم الكرام. مثل ما طرقت حضرتك، اليوم هو المؤتمر الثالث السنوي الثالث لإطلاق خطة الزيارة الأربعينية الإعلامية، وبدء الفعاليات بإذن الله بعد قليل سيطلق رئيس الهيئة الدكتور علي المؤيد حزمة توصيات ككل عام، طبعا بعد الخبرة المتراكمة لهيئة الإعلام والاتصالات في العمل الإعلامي والتنظيم الإعلامي باعتبارنا الجهة المرخصة والحصرية لكل المؤسسات الإعلامية، المكاتب الإعلامية، قنوات فضائية، الوكالات الخبرية. فبالتالي لاحظنا بالعاشر، كانت الخطة العاشر من محرم ناجحة جدا ولله الحمد. تسهيلات الجهات الإعلامية سواء كانت محلية أو دولية أو عالمية، باعتبار أنه في هذا الحدث هو الأكبر بالعالم وهو التجمع البشري الأضخم، وبالتالي قضية الإمام الحسين تستحق أن تصدر لجميع الأمم وجميع البلدان. لذلك الإعلام له الدور الأكبر والرئيسي في نقل هذه الصفات السامية للمجتمع العراقي وللقضية الحسينية معا. فإن شاء الله راح يكون أحسن. إحنا نعمل منذ أشهر لتسهيل الأمور وتسهيل سمات الدخول وأيضا سكن الأخوة الإعلاميين، فإن شاء الله راح اليوم تشاهدون رئيس الهيئة. وككل عام، العام كانت التوجيهات جدا ناضجة وسديدة، وإن شاء الله السنة الجهد أكبر، التنظيم أكبر منذ وقت مبكر. فراح يكون رئيس الحكومة المحلية محافظ كربلاء المقدسة. أبرز الشخصيات يعني ومدراء المؤسسات الإعلامية اللي راح يتواجدون اليوم في المؤتمر. نعم، راح تتواجد اليوم إن شاء الله مؤسسات الإعلامية كثيرة منها محلية ودولية، راح تنقل الحدث وراح تنقل التوجيهات وراح تنقل كلمة السيد رئيس الهيئة. وبالتالي إحنا هذا جهد مثمر من الأربعينية الماضية، بدينا نعمل على خطة هذا العام أثمرت جهودها بالعاشر من محرم أو في شهر محرم من الحرام، وكانت العمل الإعلامي للمؤسسات المحلية
وصلنا نفتخر أن مؤسساتنا المحلية بدأت تصل إلى مرحلة العالمية. كان العمل الإعلامي للقنوات الفضائية، المكاتب الإعلامية، الأخوة الصحفيين، وكالات الخبرية في أروع حالاته بنقل إنصاف كل الجهد الخدمي والحكومي والجهد الطوعي للشعب العراقي والمواطن الكربلاء على وجه الخصوص. عمل المؤسسات حتى التربوية، عمل العتبتين الحثيث على إنجاح الزيارة وخدمة الزائرين. فإذا كان أكو فخر أن نفتخر به فهو الإعلام بإنصافه لنقل هذه الصفات. بعض المجتمعات لا تمتلك مثل هذه الأمور، وشوف الإعلام فما بالك بعمل حقيقي، بجهد حقيقي، برسالة حقيقية، بصفات قل نظيرها. فبالتالي أنتم أنصفتم كمؤسسات عراقية. المؤسسات المحلية أيضا اليوم لاحظنا جهد جبار، وأيضا يعود الفضل للمؤسسات الإعلامية والهيئة بأن الإعلام العالمي بدأ يجي وينقل هذه الأمور بفخر. أحسنت. نعم. تفضل. نعم. شكرا لك أكيد ولضيفك الكريم، وإن شاء الله دائما كل المؤسسات وكل القنوات تنقل بشكل مهني وبشكل صادق وصحيح إن شاء الله. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا. نعم إن شاء الله دائما كل الأعمال وكل الخدمات تقدم للإمام الحسين عليه السلام، ومثل ما سمعنا من زميلنا ليث وضيف الكريم، وإن شاء الله العتبة الحسينية المقدسة وكل الدوائر وكل المعنيين يقدمون الأفضل لخدام وزوار الإمام الحسين عليه السلام. استمروا إياكم بعد هذه الوقفة الصغيرة. الدمع يرويه وصوت الآه يحكيه، فذا حزني على السجاد، فذا حزني على السجاد. على السجاد قلب الدين قد ذاب، صار الحزن للأيام جلبابا، غدا وجه الزمان عليه مرتابا، ويبقى دائما الأشجان أحقابا، له في النحب آيات، له تبكي السماوات، فلا حزني على السجاد، على السجاد. على السجاد جيش الحزن قد صالا، رأت عيناه يوم الطف يهوالا، يبث النوح جيالا فجيالا، على من صار في البيداء يوصالا، هو البكاء للطف، هو المقرون بالعطف، فذا حزين على السجاد. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الأحبة، ولازلنا في جو العطاء وجو التنمية، والجو اللي ممكن أنه يخلق جو إيجابي وجو مفعم بالعطاء الحسيني إن شاء الله تعالى. طبعا خلينا نشاركك يا أحمد، اليوم نتحدث عن يعني دور المؤسسات، دور الإعلام، يعني دور كل الناس اللي موجودة اللي ممكن أنه يصب في خدمة القضية الحسينية. فأنت شنو شايف؟ يعني شلون ممكن أنه صراحة إحنا دائما نأخذ يعني حياتنا وعملنا وأساسنا من الله سبحانه وتعالى، أكيد من خلال القرآن الكريم، أكيد، ومن النبي محمد صلى الله عليه وآله، وأكيد الإمام الحسين عليه السلام. فبالقرآن الكريم يريدون أن يطفئوا نور الله، لكن يا أبا الله لا يطفئ نور. وسيدة زينب عليه السلام، سيدة زينب عليه السلام، والله لن تمحو ذكرنا أو لا تمحو ذكرى. شوف واضحة ترى النقطتين هنا، يريدون يطفون نور الله بس ما ينطفي نور الله، وهنا لن تمحو ذكرى. بالنتيجة هذا الموضوع إعلاميا موجود،
الحروب وموجود التغطية على القضية الحسينية، وأكو ناس يسيء من داخل حياتنا يعني أو مجتمعنا العراقي أو من خارج مجتمعنا. شوف أحمد، فقط نقطة واحدة أنا أريد أنه نبينها، هي هذه اللن. طبعا السيدة زينب عليه السلام يقول لن تمحو ذكرنا، هاي اللن نفي مؤبد، صح؟ يعني ما ممكن أنه يجي يوم من الأيام أنه صحيح. يختل هذا الكلام، صحيح. فلن هي تأبيدية يعني، فأقصد أنه إيش قدر يدون يهاجمونه. بالنتيجة شوف ده تزيد الإعلام، قنوات أجنبية، وأكيد زميلنا مصطفى ينضم ويانا ويعني يأكد على هذا الموضوع، أنه الإعلام إيش قد ما يريد يهاجم القضية الحسينية ده تزيد وسائل الإعلام، صحيح مصطفى؟ صباح الخير والعافية أحمد ورياض وكل مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، وعظم الله لكم الأجر والعزاء باستشهاد الإمام الحسين وأخيه بالفضل العباس وأصحابه وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. صباحك الله بالخير والعافية، عظم الله أجر. الله بالخير والعافية. احنا دا نتحدث عن الإعلام ودوره، وايش قد ما تكون الضغوطات وبعض الناس وبعض المؤسسات تريد السيء للقضية الحسينية، بس شوف احنا سنة عن سنة الحمد لله اكو حتى دول أجنبية دا تغطي هذا الموضوع. فعلا زميلي أحمد، بحسب الإحصاءات يعني تزداد وسائل الإعلام التي تغطي مثل هكذا زيارة مليونية، زيارة أو في استشهاد الإمام الحسين أو حتى في أربعينية الإمام الحسين، وسائل إعلام أجنبية وغربية وما شابه ذلك تأتي لي ترصد ماذا يحدث في كربلاء، هذا المهرجان يعني العالمي الذي يقصده الملايين ليس من داخل المحافظات فقط، لكن بحسب حتى الوكالات الأجنبية جميع الجنسيات العربية وكذلك الأجنبية تأتي لتقصد هذا الرجل العظيم الذي يقتدي به الآن ليس فقط حقيقة المسلمين، يعني يعني رجال دولة كبار ومدن غربية وحتى مدن يعني لا تعبد الله سبحانه وتعالى تقتدي بمثل هكذا شخصية إنسانية، وكتبوا اللافتات يعني نشاهد حتى على وسائل التواصل الاجتماعي يكتبون اللافتات ويخطون مقولات للإمام الحسين عليه السلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الأشخاص حقيقة هم جاءوا للإنسانية جمعاء لنشر الدين الإسلامي وكذلك للإنسانية بشكل عام، لا حتى لا يقولوا أن الإسلام يختصر على جهة أو فئة أو يعني شريحة معينة، وإنما وعد من الله سبحانه جميع وتعالى. البشر هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد فعلا. ويعني بالتالي هناك مسؤولية كبيرة تحتم علينا المسير على هذا النهج القويم للإمام الحسين عليه السلام، ليس فقط بإقامة الشعائر الحسينية وما شابه ذلك، لكن نترجم ذلك بأعمالنا اليومية ويعني أفعالنا وتعاملنا مع الآخرين وإنسانيتنا حقيقة، وبذلك يعني أكيد راح نفرح الإمام الحسين عليه السلام. أكيد أحسنت. كل إن شاء الله التفاصيل عن الطقس والحالة الجوية إن شاء الله لك الجو. أما فيما يخص الطقس سادتي المشاهدين وأحوال الجو، كل هذه التفاصيل الدقيقة لكن بعد هذا الفاصل القصير. من جديد أهلا بكم سادتي المشاهدين في صباح جديد مع نشرة الأنوار الجوية التي تأتيكم دائما ضمن برنامج صباح كربلاء. نبدأ كالعادة بتصريح رسمي من قبل هيئة الأنوار الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية عن الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الأربعاء 7 من آب، حيث سيكون الطقس حارا ودرجات الحرارة على العموم سترتفع لكن بشكل طفيف، الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعها ما بين 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة، مدى الرؤية سيكون ما بين 6 إلى 8 كيلومتر. درجات الحرارة العظمى في المناطق الشمالية بحسب المختصين ستتراوح ما بين 43 إلى 46 درجة مئوية، وفي المناطق الوسطى ما بين 46 إلى 47 درجة مئوية، وفي المناطق الجنوبية ما بين 46 إلى 48 درجة مئوية. أيضا يكتب المتنبئ الجوي حسين الأسدي، اليوم تتجدد فرص الأمطار الغزيرة على جنوب الجزيرة العربية خصوصا اليمن وسلطنة عمان ومرتفعات السعودية، وخطر تشكل السيول والعواصف الرعدية القوية واردة هنالك، وذلك بسبب تشبع رطوبة
في مختلف طبقات الجو العليا وحمل حراري بشكل عالي بسبب اندفاع كتلة مدارية رطبة من المحيط الهندي، ونشاهد أيضا هذه الكتل الرطبة تتأثر بها مناطق الجنوب اليوم في الطبقة HBA 500، لكن تنعدم في الطبقات البنائية المهمة لتشكل السحب وانعدام الحمل الحراري، وبذلك بسبب الرياح الشمالية الهابطة بحيث لن يحدث أي تفاعل يذكر في البلاد. أيضا درجات الحرارة التي رصدت وشخصت بشكل دقيق من قبل المختصين، نبدأ كالعادة من العاصمة الحبيبة بغداد، نلاحظ ماذا سجلت بغداد من درجات حرارة صغرى وعظمى. في بغداد الحرارة الصغرى 26 درجة مئوية، وربما سترتفع 20 درجة مئوية لتسجل 46 بحسب المختصين، والأجواء ستكون مشمسة في بغداد. أما في جنوبنا الحبيب في البصرة الفيحاء بالتحديد 28 درجة مئوية ستبدأ أو بدأت منذ ساعات الصباح الأولى، وسترتفع تدريجيا 20 درجة مئوية لتسجل 48، والطقس سيكون مشمس. أما في الاتجاه المعاكس في أربيل تحديدا 28 درجة مئوية الصغرى، وسترتفع تدريجيا لتسجل ربما 44 درجة بحسب المختصين. الأجواء طبعا ستكون مشمسة هنالك في أربيل. أيضا في محافظتنا المقدسة كربلاء كما تلاحظون أجواء مشمسة 31 درجة مئوية الصغرى، و47 درجة مئوية ستصل العظمى هنا في كربلاء المقدسة. أيضا بالعودة إلى جنوبنا الحبيب في ذي قار تحديدا كما تلاحظون أجواء مشمسة وحارة 31 درجة مئوية ستبدأ منذ ساعات الصباح الأولى أو بدأت، وسترتفع لتسجل 47 درجة بحسب المختصين. أيضا في شمالنا الحبيب في السليمانية تحديدا 22 درجة مئوية بدأت الحرارة الصغرى، وسترتفع تدريجيا لتسجل 42، والأجواء ستكون مشمسة أيضا في السليمانية. أيضا في محافظات الفرات الأوسط في بابل تحديدا كما تلاحظون 30 درجة مئوية الصغرى، وسترتفع لتسجل ذروتها عند 46 درجة مئوية، والأجواء ستكون مشمسة بحسب المختصين في الأنواع الجوية. أيضا بالعودة إلى جنوبنا الحبيب في ميسان تحديدا كما تلاحظون بدأت الحرارة ب 33 درجة مئوية كحرارة صغرى، وسترتفع تدريجيا لتسجل وتشخص 48 درجة كحرارة عظمى هنالك. أيضا في محافظة دهوك شمالا 24 درجة مئوية بدأت الحرارة الصغرى، وسترتفع تدريجيا لتسجل أوجها 43 درجة مئوية، والأجواء ستكون أيضا مشمسة في محافظة دهوك. ننتقل إلى غرب العراق في الأنبار تحديدا، الحرارة بدأت في الأنبار ب 30 درجة مئوية، وسترتفع تدريجيا تقريبا 15 درجة مئوية لتسجل حاجز 45 درجة مئوية. طبعا الطقس سيكون مشمس هنالك في الأنبار. بالعودة إلى الفرات الأوسط في بابل تحديدا الذي أو في النجف الأشرف التي بدأت ب 30 درجة مئوية، وسترتفع تدريجيا لتسجل 47 درجة مئوية هنالك. أيضا إلى محافظة الديوانية التي بدأت الحرارة فيها ب 29 درجة مئوية، وسترتفع تدريجيا كما تلاحظون تسجل 47 درجة مئوية، والأجواء طبعا ستكون مشمسة. أيضا ننتقل إلى محافظة الموصل شمالا، أجواء مشمسة في الموصل 27 درجة مئوية الصغرى، والعظمى سترتفع لتسجل 46 درجة مئوية. أما في محافظة ديالى الحبيبة كما تلاحظون 26 درجة مئوية بدأت الحرارة الصغرى، وسترتفع تدريجيا لتسجل تقريبا حاجز 45 درجة مئوية، والطقس سيكون طبعا مشمس. أيضا إلى واسط 47 درجة مئوية ستسجل العظمى بإذن الله تعالى، و29 درجة مئوية بدأت الصغرى، طبعا الطقس سيكون مشمس في واسط. أما في محافظة صلاح الدين الأجواء في صلاح الدين أيضا بدأت ب 30 درجة مئوية، الطقس سيكون مشمسا هنالك في صلاح الدين، 46 درجة مئوية كحرارة عظمى بحسب المعنيين في الأنواع الجوية. أيضا ننتقل إلى كركوك حيث سجلت كركوك 27 درجة مئوية صغرى، و24
وسترتفع تدريجيا تقريبا لتسجل 44. الأجواء ستكون أيضا مشمسة هنالك. أيضا ننتقل مسك الختام مع المثنى، كما تلاحظون 29 درجة مئوية صغرى وعظمى سترتفع لتسجل تقريبا 47 درجة، والأجواء ستكون مشمسة. في أخبارنا العالمية سادتي المشاهدين، جفاف شديد يعود إلى منطقة نهر الأمازون قبل الموعد المتوقع، حيث بدأ حوض الأمازون الذي يمتلك خمس المياه العذبة في العالم موسم الجفاف الذي يشهد انخفاض منسوب العديد من أنهاره بالفعل إلى مستويات منخفضة للغاية، ما دفع الحكومات إلى توقع تدابير طارئة لمعالجة قضايا تتراوح من تعطل الملاحة إلى زيادة حرائق الغابات. وقالت مذكرة فنية أصدرتها منظمة معاهدة تعاون الأمازون، يواجه حوض الأمازون واحدة من أشد حالات الجفاف في السنوات الأخيرة في عام 2024، حيث تلقى بتأثيرات كبيرة على العديد من الدول الأعضاء. وكانت مستويات المياه في العديد من الأنهار في جنوب غرب الأمازون هي الأدنى على الإطلاق في هذا الوقت من العام، حيث تخزن الأمازون والغابات الاستوائية الأخرى ما بين 90 إلى 140 مليون أو مليار طن من الكربون، وتساعد بذلك على استقرار المناخ العالمي. وتمثل غابات الأمازون المطيرة وحدها 10% من إجمالي الكتل الحيوية للكوكب. وفي المقابل فإن الغابات التي تمت إزالة أشجارها ونباتاتها هي أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة، وأزالت الغابات من أجل تحويلها لأراض تستخدم للزراعة ينتج عنها إطلاق غازات دفيئة في الغلاف الجوي، وتزعزع بذلك استقرار المناخ. هذا الخبر العالمي سادتي المشاهدين أثار انتباهنا. إلى هنا وصلنا إلى نهاية نشرة أخبار الطقس، هذه عودة للزميل أحمد ورياض لتكملة ما تبقى. إلى اللقاء. قيمة لولا هالخيدمة وانطاني رفعة حب ابو اليمة، انا اختصر كل عمري باللاطمة، ذخر قابلي ذخر قابلي ما عندي قيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، وهذه جولة جديدة لبرنامج صباح كربلاء. يقيم المجالس الحسينية ويشارك بالعمل دون مقابل، ويشعر بالفخر عندما ينادي بخادم الحسين عليه السلام وكأنه نال المرتبة العالية بين أقرانه، فما الذي يدفعكم للخدمة الحسينية؟ خليكم يا أحبتي المشاهدين لنستمع إلى بعض الآراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجورنا وأجوركم بحق الحبيب محمد ويوفقكم على هذه الخدمة الشريفة والتي تجسد مبادئ محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الخدمة ترقى إلى مكان عالي إن شاء الله، ولا كما نجدها في الإمام الرضا عليه السلام، وقد تفوق لأنه كل الخدمات متوفرة هنا من خدمة الزائرين وإحياء الشعائر المحمدية. أنت اليوم شيبة كبيرة، شنو اللي دفعك للخدمة الحسينية؟ والله يخدمني لأنه هاي الخدمة هي إحياء لذكرى سيد الشهداء الحسين ابن علي وأولاده، وهذا مصاب أليم لا أستطيع تحمله ولا تحمله الشيعة، شيعة محمد وآل محمد. وإحنا نلاحظ الخدمة متوفرة إن شاء الله وموجودة في حرم العباس عليه السلام وحرم الإمام الحسين وفي وما بين الحرمين، كلها خدمة إنسانية تعبر عن شعائر محمد
صلى الله عليه وآله وسلم. يا مالك احساسي وحق ربك ترقانا لو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله اجورنا واجوركم. اجوركم رحم الله والديك. الله يسلمك. كنت اعرف حضرتك من اي محافظه؟ انا من محافظه باب الاحمد عباس عبد. الله ان شاء الله يتقبل زيارتك الجميع ان شاء الله. شنو اللي يدفعك للخدمه الحسينيه؟ تدفعنا الخدمه الحسينيه، الحسين ضحى كل شيء، يعني الحسين ما له مثيل، يعني ضحى بولده ويا ما هو، ما يصير هذا الدين وما يصير هذا هاي الامه هاي انقذها من الجهل الى الى الى, الى, الى النور. هذا نور، هذا طعنا نور، نور الحسين يعني دخل بالقلب سبحان الله، يعني شرده وصف لك ما، يعني ما اعرف شلون اعبر لك عليه، يعني الحسين نور هالدنيا هاي، يعني شرده اقول لك ما قاعد اعرف، والله ما اعرف اعبر عن الحسين كل شيء. الحسين مدرسه، الحسين جاه رفعت راس، مناضل جاهد في سبيل الله، نصر الهمة، رفع الغمة، رفع الجهل، الناس الظلمة الكفرة خارجة عن دين محمد وآل محمد، خرجت عن الدين وطلع لينصر هاي، يرفع هاي الدنيا هاي ويخلصها من الجهل هاي. ما عندي قيمة لولا هالخيمة، وطاني رفع حب أبو اليمة، أنا اختصر كل عمري باللاطمة، دخر قابري ما عندي قيمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم. عظم الله لكم الأجر وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبا عبد الله الحسين وأهل بيته. إن شاء الله سنة راح أشارك بالخدمة الحسينية. إن شاء الله. شنو اللي يدفعك للخدمة الحسينية؟ والله إحنا علمونا هنا من إحنا صغار خدمة الإمام الحسين، ولحد الآن يعني أنا صار لي بالعشرين سنة أنا أخدم الإمام الحسين. أي والله هو مريض وجاي أخدم الإمام الحسين، واليوم جيت أسوي الكفالة مع الموت ما نقدر. شنو أهمية وأثر الخدمة الحسينية على حضرتك؟ والله أنا أشوفها يعني النعمة هاي الفضيلة اللي بها أنا من الله وأهل البيت، والله العظيم يعني ما طلبت من أهل البيت شيء إلا ما وفروا لي، والحمد لله والشكر نعمة فضيلة. والله جناح فرقتك. جينا. السلام عليكم وأعظم الله أجورنا وأجورك. أجوركم إن شاء الله، موفقين إن شاء الله. جينا عرفنا بحضرتك من أي محافظة؟ والله يعني محافظة البصرة حاليا، بعدنا موقف هنا على طريق النجف، نخدم زوار الحسين كل سنة، هذه خدمة زوار الحسين له بيت فضائل عند الله سبحانه وتعالى. خدمة زوار الحسين الإنسان يتذكر مصيبة الحسين عليه الصلاة والسلام، فلهذا الأمة الإسلامية كلها تجتمع في هذه المناسبة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله السنة راح نشارك بالخدمة الحسينية؟ والله إن شاء الله كل سنة احنا نشارك بالمصاب الحسين عليه السلام. شنو اللي يدفعك للخدمة الحسينية؟ والله يدفعنا الخدمة الحسينية أولاً زوار الحسين نخدمهم، نتذكر مصيبة الحسين عليه الصلاة والسلام، ولذلك احنا دائما نخدم زوار الحسين لها فضائل عند الله سبحانه وتعالى. مثل فطرس انت تشافي لك ازري يا بني، ما بيدك صبح والله مريد حسين. إلى هنا أحبتي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام جولتنا الصباحية لهذا اليوم، وهذه عودة إلى استوديو برنامج صباح كربلاء. شكرا جزيلا لزميلنا ماجد. وصراحة يعني أكو بعض المهن ممكن أنه بيها توهين للشخص، وهذا هما يعتمد على الشخص المخدوم، لكن هنا أكو مفارقة عجيبة صراحة. شفنا ماجد عندما سأل أحدهم عن الخدمة وشن اللي دفعه، تأثر الرجل وقام يبكي.
بالمقابل انه قضيه الخدمه مثل ما قلنا انه بعضها بها توهين، لكن مع الحسين عليه السلام القضيه وايد تختلف. يعني الانسان يشعر بالعزه، يشعر بالفخر، يشعر بالرفعه، وهذا مائز حقيقه خاص بسيد الشهداء عليه السلام. شفت يا احمد هذا الرجل شلون ممكن يبكي حتى يقدم خدمه؟ ان شاء الله الجميع يعني يكون خدمتنا للحسين عليه السلام، لزوار الامام الحسين عليه السلام، لله سبحانه وتعالى دائما اعمالنا، حتى نكون حسينيين بمعنى الكلمه. واكيد ساده المشاهدين الجميع يقدم خدمه بما يستطيع بما يقدر وباسلوب صحيح. وصلنا وياكم الى ختام حلقه هذا اليوم، ان شاء الله دائما موفقين، وان شاء الله نشوفكم بحلقات اخرى من صباح كربلاء.